حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن لله وإنا إليه راجعون. 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 متابعينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر المؤلم من مدينة الدار البيضاء. إن لله وإنا إليه راجعون. في هذا قبل لحظات متابعينا الكرام شاب في مقتبل العمر يعني انتحر، صفاها راسو شنقا داخل المنزل ديالهم. الله يرحمه مسكين والله يصبر الاهل ديالو. الى حدود الان ما عارفينش الاسباب اللي خلاته انه ينتحر، شنو السبب اللي خلاه انه ينتحر، انه صفاها راسو. اكيد يعني هناك مشاكل، هناك يعني كانت هناك دوافع وكانت هناك اسباب. الله يرحمه مسكين والله يصبر العائله ديالو. فكما كتشوفوا حنا الان من امام المنزل ديال الضحيه. الله يرحمه يا ربي فهاد الصباح هذا، الله يرحمه والله يصبر العائله ديالو، والله يصبر ميمته، والله يصبر الاخت ديالو وصحابو الاهل ديالو. حاله انتحار من قلب المنزل لشاب مقتبل العمر. الله يرحمه يا ربي، الله يرحمه والله يصبر العائله ديالو. حسب المعطيات اللي توصلنا بها كيقولوا بانه يعني شاب هذه مازال صغير، وكيقولوا ايضا بانه شاب متدين وملتزم، يعني متدين وملتزم، يعني ما عنده مع صداع، ما عنده مع مشاكل، عنده يعني حسن الخلق، يعني شاب متخلق في مقتبل العمر، مازال الحياه قدامه. لكن الاهل ديالو والاصحاب ديالو كيتفاجئوا اليوم يعني بهذا، يعني بهذا سميتو، بهذا يعني بالانتحار ديالو. يعني كان واحد صدمه كبيره بزاف. الله يصبر العائله ديالو والله يرحمهم يا ربي، الله يرحمهم. هادشي طبعا ماشي سهل، ماشي سهل عليه، وماشي سهل على الاهل ديالو، وماشي سهل على صحابه انهم يتقبلوا الخبر ديال يتقبلوا الخبر ديال العائله ديالو والاهل ديالو اللي في هاد اللحظات راهم في حاله هستيريه من قلب المنزل ديالو. الله يرحمه يا ربي. دعوا معاه متتبعينا الكرام بالرحمه، دعوا معاه بالرحمه، دعوا معاه بالرحمه. الله يرحمه مسكين. ربما كانت هناك يعني دوافع نفسيه اللي خلاته انه يصفيها راسو، ربما الضغوطات هي اللي كتخلي الانسان انه يوصل لهذه المرحله باش انه يضحي حد الحياه ديالو. ربما هناك اسباب اللي حنا ما عارفينهاش، يعني كتبقى طبعا اسباب اللي هي يعني خفيه، يعني السر ديالو والسبب ديالو يعني داه معاه مسكين. ندعيو معاه بالرحمه الله يصبره. واخا ان كان راه ما كاينش شي دافع او سبب اللي يقدر يبرر الانسان الانتحار ديالو، يعني اللي غيخلي انه ينتحر الى اخره. ما كايناش واحد السبب، ما كاينش مبرر، ولكن الله اعلم، الله اعلم. النفس البشريه ضعيفه جدا، النفس البشريه ضعيفه. الله يرحمه مسكين، دعوا معاه ربي يرحمه، دعوا معاه ربي يرحمه ويثبتوا يا ربي عند السؤال. الله يصبر العائله ديالو، الله يصبر الاهل ديالو. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاله انتحار لشاب من قلب المنزل ديالو. الله يصبر العائله ديالو، صدمه كبيره عند الاخت ديالو اللي يعني في واحد الحاله مسكينه اللي هي هستيريا وصعيبه بزاف، يعني صعيب 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 صعيب. الله يجعل ربي يكون معاهم ويصبرهم يا ربي، والله يجعل ربي يرحم هذا الشاب، هذا الشاب الخلوق اللي كما قلنا بعض الناس بانه كان يعني شاب خلوق متدين ملتزم، ما عنده مع صداع، ما عنده مع مشاكل. الهم ديالو الوحيد هو انه يعني يخدم مزيان، يعيش مزيان الى اخره. متابعينا الكرام كيف ما كتشوفوا الان اجواء الحزن من قلب المنزل ديال ضحيه الشاب اللي صفاها لراسو صباح هذا اليوم، صباح هذا اليوم الثلاثاء. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يصبر العائله ديالهم يا ربي، الله يصبر العائله ديالو. طبعا ماشي سهله، ماشي سهله يا ربي، والله ما سهله، صعيب صعيب. غير الهضره بوحدها هي اللي كتجي سهله، حتى شي حاجه ما كتجي سهله. الله يرحمه مسكين والله يصبر العائله ديالو اللي في هذه اللحظات راهم في واحد الحاله طبعا اللي هي هستيريا. قبل لحظات تم نقل جثمان ديالو المستودع الاموات بالدار البيضاء على متن سياره اموات، يعني سياره ديال الطب الشرعي. الله يرحمه مسكين، الله يرحمه مسكين والله يصبر العائله ديالو والاهل ديالو يا ربي. لا اله الا الله محمد رسول الله.
دعوا معاه متتبعينا الكرام بالرحمة، دعوا معاه بالرحمة مسكين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. متتبعينا الكرام، شاب مسكين انتحر من قلب المنزل ديالو، من قلب المنزل ديالو. الله يرحمه مسكين، والله يصبر العائلة ديالو والأخت ديالو والأسرة ديالو والأصدقاء ديالو. ما عرفوش شنا هي الأسباب اللي خلاته أنه وضع حد الحياة ديالو. اللي سمعنا من عند الناس أنهم كيقولوا بأنه كان شاب خلوق متدين مثقف، يعني قارئ تبارك الله، لكن شاءت الأقدار أنه يودعنا اليوم صباح هذا اليوم إلى دار البقاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. دعوا معهم متتبعينا الكرام بالرحمة. إلى هنا متتبعينا الكرام كنقول لكم بسلام عليكم، نلقاكم إن شاء الله في بث مباشر آخر، وما تنسوش تدعوا مع أخونا بالرحمة، تدعوا معه بالرحمة، حيث كيف ما كان الحال الإنسان راه كيبقى. إحنا ما كنعطيوش تبرير لهذا الواقعة المأساوية والأليمة والحزينة، لكن ما كنعرفوش شنو هي الأسباب، وما كنعرفوش الحالة ديال الإنسان، لأنه إنسان ما كيفكر يوضع حد الحياة ديالو، أو أنه يعني ما يبقاش على قيد الحياة، إلا وربما وصل لواحد المرحلة اللي هي صعيبة 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 بزاف، أنه يعني صافي، ربما الله أعلم. اللي غادي نطلب منكم كامل المتتبعين الكرام أنكم تدعوا معاه بالرحمة، دعوا معاه مسكين بالرحمة، ودعوا مع الأهل ديالو الله يصبرهم، خوتو الأم ديالو، والديه خوتو، الله يصبرهم يا رب. الفرق صعب. متتبعين الكرام، مرة أخرى كنقول لكم بسلام عليكم، نلقاكم إن شاء الله في بث مباشر آخر، إلى اللقاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.